انطلاقة صباح يوم الأحد 11 نوفمبر الجاري بأحد فنادق مدينة أكادير. أشغال الدورة التكوينية حول المشاركة الديمقراطية في تدبير الشأن المحلي، الجماعة الترابية نموذجاً، وذلك في إطار مشروع شباب من أجل الديمقراطية والمواطنة والحكامة الترابية، والمنظم من طرف مؤسسة التنوير للبحث والتواصل بتعاون مع مركز تطوير الإعلام. استهل اللقاء بجلسة افتتاحية تميزت بكلمة لرئيس مؤسسة التنوير للبحث والتواصل عبد العزيز بودودين، رحب من خلالها بالمشاركين في الدورة التكوينية الثانية ضمن المشروع. أن تأتي هذه الورشة التكوينية التي تنظمها مؤسسة التنوير للبحث والتواصل بشراكة وتعاون مع مركز التصوير الإعلام حول المشاركة الديمقراطية في تدبير الشأن المحلي من خلال مؤسسة الجماعات الترابية. هذه الورشة التكوينية هي الثانية من نوعها في إطار كي تنظمها المؤسسة في إطار مشروعها حول تعزيز مشاركة الشباب في الحكامة المحلية بشأن ديمقراطي. نرمو يعني من خلالها إلى تكوين الفاعلين المحليين وفعاليات المجتمع المدني من خلال برنامج تكويني يروم إلى تسليط الضوء على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على مستوياتها الثلاثة، الجهات أو مجالس إقليمية أو كذلك الجماعات الترابية المحلية. بعد ذلك تناول الكلمة أحمد مشيم رئيس مركز تطوير الإعلام الذي شرح سياق هذا المشروع الذي يهتم بالأساس لتكوين الشباب في مجال المواطنة والحكامة الترابية. الدورة التكوينية التي تنظمها مؤسسة التنوير للبحث والتواصل بتعاون مع مركز تطوير الإعلام والتي موضوعها حول المشاركة الديمقراطية في تدبير الشأن المحلي الجماعات الترابية نموذجا هي الدورة الثانية في إطار مشروع مؤسسة التنوير من أجل تكوين قادة للمجتمع المدني على الصعيد يعني جهة تسمسها. في حين أطر الحسين القاضي الإدريسي أستاذ وإطار باحث في مجال الحكامة والجماعات الترابية بمدينة أكادير الورشة الأولى حول المفاهيم المرجعية المتعلقة بالحكامة الترابية متطرقا للجدوى العلمية لمفهوم الحكامة الترابية بالإضافة إلى التعرف بالفاعلين الترابيين، ومعرجا على المحاور التالية: سلطة المراقبة، اختصاصات الجماعات الترابية، سلطة التدبير الحر، جودة النخبة المسيرة، برنامج عمل الجماعة الترابية. هذا الملتقى كيندرج في إطار تقوية قدرات الشباب وتمكينهم من آليات ديال الممارسة ديال الممارسة السياسية، أيضا ممارسة الشأن الترابي على مستوى موضوع الورشة اللي كهم بناء منظومة حكمة على المستوى الترابي، واحد المنظومة حكمة ناجعة اشتغلنا فيها بطبع الحال على الجماعات كنموذج. والمنطق ديال الاشتغال انه كان فيه واحد المقاربة نظرية قانونية إضافة الى المراقبة التدبيرية العملية باش الاخوان على اساس انهم يلموا يكون عندهم إلمام ويستوعبوا اولا المبادئ ديال الحكمة الترابية من حيث المفهوم ومن حيث شبكة المفاهيم مرتبطة بهذا المبدأ، ثم أيضا الإلمام واستيعاب شكليات ومسار وآليات اتخاذ القرار على مستوى الجماعات من حيث الإعداد من حيث التتبع من حيث التقييم اللي الهدف من كل شيء هو أنه تنمية القدرة القانونية والتأهيل للشباب من أجل ممارسة الحياة السياسية. شكرا. واختتمت الورشة الأولى بالمداخلات للمشاركين والمشاركات في الدورة التكوينية الممثلين لطلبة باحثين وفاعلين جمعويين وإعلاميين. وفي الفترة المسائية كان للمشاركين والمشاركات مع أشغال الورشة الثانية حول آليات اتخاذ القرار على مستوى الجماعات الترابية يشرف عليها كذلك أيضا الأستاذ الحسين القاضي الإدريسي